أصل كل الشرور. أتعامل إزاي مع الفلوس؟ وبولس بيقول لي إن هي أصل الشر وإن هي بتضللني عن الإيمان. مش بس كده، في تعاملات بولس التانية أحياناً بنفهم منه إن هو بيحتقر الأغنياء. إجابات الأسئلة دي وكمان إجابات عن الشغل وعن الخدمة في حلقة النهاردة، تابعونا. كانت عادة عند كل أب يهودي إنه يعلم ابنه صنعة عشان تساعده في حياته في أي ظرف أو لو تغرب مثلاً. وبنلاقي إن التلمود بيشدد على ده، فبيقول ماذا يطلب من الأب نحو ابنه؟ أن يختنه في اليوم الثامن ويعلمه الناموس حتى 13، ثم يسقيه صنعة تقوم بأود حياته. وغملائيل اللي تربى على إيده بولس بيقول بماذا نشبه الذي في يده صنعة؟ نشبهه بكرمة ذات سياج. فواضح إن الصنعة كانت حاجة مهمة في حياة بولس، ومن المحتمل إن تكون عيلته لأجيال طويلة كانت بتشتغل في نسيج القماش من شعر الماعز، وده اللي مدينته معروفة جداً بيه وهو اسمه كليكيوم. فغالباً من وهو طفل كان مألوف ليه صوت النول وصناعة الخيام اللي أصبحت هي دي شغله لما كبر، ومع إنه أجرها قليل إلا إنها مناسبة جداً لرحالة زي بولس الرسول، لأنها مش محتاجة لمصنع ولا آلات، لكنها صناعة بسيطة وتتعمل في أي مكان بأبسط أدوات. أهلا بيك يا حسام في حلقة جديدة، وحلقتنا النهاردة حلقة عملية قوي، نتكلم فيها عن الفلوس وعن الشغل. ولما بنشوف بولس بيتكلم ازاي عن الفلوس بنلاقيه بيقول في تيموثاوس الاولى 6 ان الذي اذا ابتغاها قوم ضلوا عن الايمان. ليه حد يعوز فلوس في المقابل ليه ان هو يضل عن الايمان؟ يعني انا فعلا برضو يعني متحمس، لان الموضوع النهارده في الحلقه هيبقى موضوع عملي، موضوع الفلوس، موضوع الشغل، يعني مواضيع تعنينا جميعا. محدش فينا ما بيتعاملش مع الفلوس، ومحدش فينا ما بيشيلش هم موضوع الفلوس في اوقات كتيره من حياتنا يعني، ومحدش فينا ما بيتعرضش ليه مواقف تتعلق بالعمل او بيبقى عايز يكون مفهوم عن الشغل. والشغل دي حاجه كويسه وحشه، نعملها ازاي ما نعملهاش ازاي؟ وبولس الحقيقه كان رجل يعني بيخاطب واقعنا وعايش في عالمنا، فاهم الدنيا بتمشي ازاي، وما كانش يعني ايه بيتمنى عن ان هو يتعامل معاملات ماليه مباشره، لا كان بيحمل تبرعات من كنيسه يتحرك بيها نحو اورشليم، وكان بيوصي ناس معينين بانهم يقوموا بمواقف ماليه معينه ناحيه اخرين. فالفلوس بالنسبه لبولس مش حاجه محرجه ان هو يتكلم فيها، ولا حاجه نادرا ما بيتكلم فيها، لا الفلوس تقريبا موجوده في أغلب الرسائل بكيفية أو بأخرى، لأنه كان بيخاطب الواقع يعني. هكذا الشغل، لما حصلت مشاكل زي ما يمكن الحلقات دي نتعرض لبعض المواقف في بعض الكنائس، كان بيخاطب وكانوا بيحاول يقدم لهم يعني theology of work، لاهوت عمل محترم يفهموا في ضوءه إزاي يعيشوا وإزاي يبقوا بيتعاملوا مع هذا البعد الإنساني الطبيعي، وهو البعد المتعلق بأنك إزاي يبقى عندك كارير وتعمل. لكن كعادتنا أحب أن أنا أقرأ النص اللي أنت اقتبستي منه، والنص ده زي ما أنت قلتي في تيموثاوس الأولى صحاح 6، ويمكن برضو من خلال نفس الرسالة نحاول نفهم أكتر عن بولس إزاي كان بيفكر في الفلوس، وإزاي بيفكر في إزاي ككنيسة نتعامل مع الفلوس. فالجزء اللي انت قريتي منه في اصحاح 6 يقول كده، عايز ابتدي من بدري سنه يعني شويه، من عدد 3 يقول كده: ان كان احد يعلم تعليما اخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحه والتعليم الذي هو حسب التقوى. هنا هو بالمناسبه بيتكلم عن معلمين كذبه كانوا بيحاولوا ينشروا هرطقات معينه وتعاليم مناقضة للإنجيل في وسط الكنيسة في أفسس اللي تيموثاوس هو الأسقف بتاعه. فبولس قبل ما نوصل للجزء اللي انت بتقتبسيه بيكلم بيخاطب المشكلة دي والقضية دي، فبيشاور على الناس دي، هي الناس اللي بتعلم تعاليم خاطئة. يقول كده: فدول بقى
قد تصلفوا وهو لا يفهم شيئاً، بل هو متعلل بمباحثات وممحكات الكلام والتي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعديم الحق يظنون أن التقوى، علشان ركزوا بقى في الكلمتين دول، أن التقوى تجارة. هنا هو بيخاطب ناس بتحاول تعيش على حس الكنيسة، فبتروج تعاليم معينة، التعاليم المعينة دي بتحاول ان هي تتفاخر وتتباهى بيها وتحاول تقدمها كأنها تعاليم مسيحي سليم علشان الناس تبقى بتدفع لهم فلوس، وكأنه يعني ايه بيقول على فكرة انا راجل معلم عملاق يعني مهم ودوري مؤسس ودوري ما لا غنى عنه في الكنيسة، فالناس تعمل ايه؟ الناس تبقى بتتبرع له، الناس تبقى بتعوله، الناس تبقى بتصرف عليه وبتستضيفه لأيام وأسابيع وشهور وسنين يعني. فبيقول هنا لا، أنا ما بهزرش في الكلام ده، المسيح مش بيطلع ناس تتاجر بالتقوى، الناس نفسها تعرف ربنا، الناس غلابة ونفسها تتعلم كلمة ربنا، ما تروحش انت وتدعي ان انت فاهم كلمة ربنا وتتوه الناس وتضلل الناس وانت أصلا رايح لا علشان الناس ولا عشان كلمة ربنا، انت رايح علشان ايه؟ عشان تاكل وتشرب وتبسط وتهيص و و و و. فيقول لا 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 لا، انتوا فاكرين ان التجارة قوة؟ لا، الناس دي تيموثاوس تجنبهم. واما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. وكانه بيقول لتيموثاوس وبيقول لكل بقى خادم حقيقي ومعلم حقيقي، لكن مش دايما الناس بتكرمه، مش دايما الناس مدياله اعتباره، فيقول لهم معلش، مدام احنا على الاقل عايشين في التقوى الحقيقيه لكن عايشين في قناعه مفيش مشاكل، هو ده، هو هي دي التجاره الصح، هي دي الحياه الصح، هي دي المغامره الصح، لاننا لم ندخل العالم بشيء وواضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء، فان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهم. يعني طول ما في حاجه، يعني ايه اقولها بالبلدي، طول ما في هدمه ستراني وفي لقمه قدامي انا كده تمام خلاص، كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي. انا مش جاي ولا باعت ناس ولا بشجع الخدام ان هم يروحوا علشان يبقوا الناس عماله بتصرف عليهم بسخاء مبالغ فيه، فالخدام يطمعوا والمعلمين المهرطقين دول يطمعوا ويفضلوا يالفوا في تاليف وكانهم عمالين بيطربوا اذان الناس علشان ايه؟ يدفعوا لهم فلوس. فهنا بقى يكمل، واما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء، بيكلم الناس اللي بتحول التقوى ليه تجارة، بيتاجروا بغلب الناس وبعطش الناس وباشواق الناس ان هي تتعلم كلمه ربنا، فيسقطون في تجربه وفخ وشهوات كثيره غبيه ومضره تغرق الناس في العطب والهلاك، لان محبه المال اصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. المنطلق اللي هو بيكلم منه لما نفهمه تبقى عندنا صورة أوضح هو بيفكر إزاي واخد الناس منين وبيروح بيهم فين. بولس عنده أزمة كبيرة مع الناس اللي بتتاجر بالخدمة، مع الناس اللي بتتاجر بغلب الناس وبأشواقهم وبرغبتهم في التعلم وفي البنيان المسيحي، بيقول لهم لا، لو انتوا عشنوا يا اللي بتدعوا ان انتوا خدام، يا اللي بتدعوا ان انتوا معلمين، يا اللي بتدعوا ان انتوا اصحاب الفكر المسيحي واصحاب الرساله الانجيليه و لو انتوا افتكرتوا ان انتوا هتعيشوا كده، لا، تبقوا عارفين ان هو ده اللي مستنيكم، اللي مستنيكم ايه؟ ضلال وهلاك وبهدله. وهنا بيتكلم بقى عن بعد لاهوتي من ورا ده، ويقول لهم على فكره محبه المال اصل كل الشرور، ده مش ليكم انتوا بس، ده بقى يعني هنا بقى يبتدي يقدم ثيولوجي ينفع ان انا اعممه بشكل عام. لا، الموقف اللي استدعى اصطدام بولس هو موقف ناس بتتاجر بالتقوى، لكن ينفع ان انا اخلص برساله لاهوتيه وهو بيقول محبه المال اصل كل الشرور. طيب يعني افهم من كلامك يا حسام ان المشكله مش في الفلوس نفسها، يعني الفلوس نفسها في حد ذاتها مش لعنه مثلا او حاجه سيئه، لكن المشكله في محبتها او ان انا ابتغيها كالغايه بتاعتي، ان هي دي الحاجه لو وصلها حتى لو انا التقوى بتاعتي هتاجر بيها في سبيل الحاجه ديت. امال بولس كان هيبقى قصده ايه بمعنى فكره يعني محبه المال الغلط؟ وعلى الوجه التاني بقى، هل بولس كان متضايق من الناس الاغنياء كلهم عامه، يعني فكره الغنى دي حاجه مكروهه لدى الرب؟
يعني انا عايز اكد اولا على التلخيص اللي انت قدمته. بولس ما عندوش مشكله في انه الفلوس نفسها مش لعنه. الفلوس زيها زي اي امكانيه متوفره لدى اي انسان ينفع انها توجه للعمل الصالح ولبنيان الكنيسه ولبنيان عمل الله في العالم، او توجه للظلم والسرقه والافتراء والطمع والجشع و ينفع انها تمشي كده وينفع انها تمشي كده. لكن القضيه هي بالظبط في اللي انت كنت بتقوله، محبه المال. وده اللي الرب يسوع نفسه كان بيثيره، كان بيقولهم على فكره انتوا ما ينفعش ان كنتوا تعبدوا سيدين، ما ينفعش ان كنتوا تخضعوا لسيدين، يا تخضعوا لله يا تخضعوا للمال. يعني في لحظه من اللحظات يسوع وكانه بيقول يعني لو في العالم ده الهين الناس عاده بتختار ما بينهم، هو يا اما الله يا اما الفلوس. الفلوس بالنسبه للناس كتير حوالين العالم، ان ما كانش اغلب الناس، يعني اخاف اقول كل الناس، الفلوس اله محبوب جدا ومعبود الجماهير. الناس كلها عايشه علشان تضيف ارقام في حسابات البنوك بتاعتها. الرقم بتاع المبلغ اللي انا اظن ان انا امتلكه ده هو اللي بيحركني. ابقى نايم مطمن امتى؟ لما الحساب في البنك يبقى تمام. وابقى ما يجيليش نوم امتى؟ لما الحساب في البنك يبقى فاضي. فوكأن اللي بستمد منه أماني وبستمد منه استقراري النفسي وبيطمني على بكرة و هو الفلوس. فبعمل ايه؟ بعيش يومي كله بعبد الفلوس. يعني بعبد الفلوس يومي كله أنا مخلص فيه لقضية واحدة، وهي جمع أكبر عدد من الأموال، أكبر قدر من الأموال. فهنا الأزمة، محبة المال. لكن هل ده معناه ان بولس زي ما انت كنت بتسال بقى يعني ما بيطقش الاغنياء، عنده ازمه يعني مع الاغنياء؟ وهل عندنا دليل للكلام دوت؟ يعني هل ما بيطقهمش ولا كان موافق على حاجه زي كده؟ لا، الحقيقه احنا عندنا علاقات جيده جدا ما بين بولس وما بين ناس كتيره يعني اثرياء. يعني مثلا يعني طبعا في نص هقراه دلوقتي حالا من نفس الاصحاح الحقيقه، يعني في نفس الرساله يعني. لكن بشكل عام ما فيش عندنا ما يقول ان بولس كان عنده ازمه طبقية ويشعر انه الاغنياء دول ناس يحتقر ولا لا خالص. يعني ليدية بائعة الارجوان، الارجوان ده بالمناسبة يعني ده خامة يعني ملكية، خامة بتستخدم يعني في طبقات ارستقراطية عملاقة يعني في المجتمع الروماني. فليدية بائعة الارجوان اللي بيقابلها في فيليبي واللي بتستضيف دي امرأة من الواضح ان هي كانت امرأة ثرية. فيليمون اللي كان عنده عبيد، ده يحيلي بانه هو، انا مش بتكلم عن راجل غلبان، ده واضح ان هو راجل له يعني عنده بيت بالمنظر الروماني اللي فيه عبيد. فبالتالي انا ما عنديش اللي يقول لي ان بولس بيزدري بالاغنياء ولا يقول لك لا، بالعكس. هنا مثلا في نفس الاصحاح ده يا امير يقول كده في عدد 17، اوصي الاغنياء في الدهر الحاضر. هنا بقى الايه؟ هنا بقى الحساسيه. اوصي الاغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا. ما بيقولهمش إن هم يتفقروا، ما بيقولهمش إن هم يتبرعوا كل فلوسهم للفقر، لا لا لا. يعني الحقيقة يسوع يمكن كان في مواقف يعني يقف قدام الشاب اللي يصنف يعني الشاب الغني ويقول له طيب خلاص فاضل لك حاجة واحدة بس، وزع بقى كل فلوسك وإيه؟ وودي للفقر وتعالى اتبعني. فالراجل لأنه هو كان بيحب الفلوس وكان يعني صعبان عليه، يعني أنا شغال ده كله وارث ده كله في الآخر تقول لي وزع فلوسك والكلام ده. لا، بولس ما كانش بيروح للحتة دي، يعني ما كانش بيوصل للنقطة البعيدة اللي يسوع كان بيوصل ليها دي. لا، بولس كان أقل من كده أو قبل كده بشوية، لكن بيقول لهم كده لا يستكبروا، ما يستكبروش على الغلابة، ما يتعالوش على الغلابة، ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى. فاكر اللي انا كنت لسه بقوله لك دلوقتي ان هو ايه اللي ينيمني مطمن وايه اللي يقلق منامي؟ الفلوس. هو بيقول لهم ما تفتكروش ان انتوا الغنى ده يعني شيء متيقن من انه هيفضل مستمر. لا، ما يلقوش رجائهم على غير يقينيه الغنى، بل على الله الحي. هنا بقى يبان مين اللي انت بتعبده. لو الحساب بتاعي كان فاضي لكن انا لسه عارف انام بهدوء، اذا انا عارف ان الاله ده مش يعني ان المال ده مش هو اله، لا، ليه اله، ليه اب بيعولني، انا مش متروك حتى لو مفلس. هل ده معناه اللي هو الاكتفاء اللي بولس بيتكلم عنه في حته تانية؟ الاكتفاء ده موقف او قرار انا باخده، لكن هنا اللي كان بيتكلم عليه هي عدم يقينيه الغنى، بمعنى انه حتى لو الفلوس راحت
يعني القوت والكسوه دول يا عيني يعني ايه بقى اقل قوت ممكن ويعني اهزل كسوه ممكنه. هكتفي بيهم، لكن على الناحيه الثانيه انا اساسا مش هو ده اللي بدور عليه. انا مش بدور على القوت الجميل والاجمل ووجبات وولائم وافضل ثياب، انا هعيش مكتفي. ده موقف، وبولس نفسه الحقيقه بيعيش بهذا الموقف. يعني في نص في فيليبي اتمنى نفتكر نرجع له، يعني عن بولس هو بيفكر في نفسه زي بولس. بس اكمل النص ده: بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وان يصنعوا صلاحا، وان يكونوا اغنياء، مش في ارقام الحسابات اللي عندهم في البنك ولا مخزنينها، لا، في اعمال صالحه، وان يكونوا اسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لانفسهم اساسا حسنا المستقبل لكي يمسكوا بالحياه الابديه. فهنا بولس بيتكلم عنه، انت غني، تفتكر ربنا ممكن يكون ادالك الفلوس دي؟ وبولس ما عندوش ازمه في ان دي، يعني دي بركه، ما عندوش مشكله، مش هيقول ان دي لعنه، بالعكس. بس تفتكر الفلوس اللي عندك دي، الامانه اللي انت مؤتمن عليها دي، تفتكر هي عندك ليه؟ هي عندك علشان الكنيسه هتلاقي فيها ناس تانية تعبانه ومحتاجه، يلا وفر لهم فرص عمل. يلا انت عندك شركه كبيره، يلا عندك مستشفى كبيره، يلا عندك مدرسه كبيره، انا مش بقول لك اديهم فلوس بس، لا لا، وفر لهم فرص عمل، اوجد لهم طريقه يكونوا بيكبروا وبيشتغلوا بيها وبيترزقوا بيها. طب المعدمين والمعدمات اللي غير قادرين حتى على العمل، وهنا بولس برضو يعني في نفس الرساله دي قبلها باصحاح وهو بيقول لتيموثيوس: اكرم الارامل اللواتي هن بالحقيقه ارامل، الستات العجائز المتقدمات في السن الغير قادرات على العمل، اكرمهم. هيكرمهم منين يعني تيموثاوس؟ هيكرمهم منين يعني كتير بيبقى عندنا حساسيه في الكلام ده، لكن بولس ما عندوش حساسيه. هتكرمهم منين؟ اوصل اغنياء ان هم بالامانه اللي ربنا اداها لهم دي هي يكونوا بيتشاركوا مع اخواتهم المحتاجين، وخاصه الارامل، خاصه اليتامى، خاصه المغتربين، خاصه اللي ظروفهم واللي العالم ده قسي عليهم وصعب المصيره بتاعت حياتهم عليهم. طب يا حسام، ده ينقلني للنقطة اللي بعد كده والمهمة بالنسبة لي يعني، وأكيد بالنسبة لنا كلنا دلوقتي. لو أنا المال مش هاخده على إن هو إلهي ومش الحاجة اللي أنا يعني هعيش عشانها، أنا هيبقى عندي الأوبشن التاني أعتقد هو إن أنا أعيش حياتي لله وللناس، والكلام اللي احنا بنتعلمه من بولس ومن المسيح شخصيا. هل ده معناه بأي شكل من الأشكال مثلا إنه أنا كده أفهم إن أعيش حياتي في الخدمة، خدمة في الكنيسة أو في خدمة يعني في الخدمة عامة، وبلاش الشغل دوت، الشغل دوت للناس بتوع العالم، للناس الجسديين زي ما اتكلمنا قبل كده، لكن مش للناس الروحية الكويسة، موضوع الشغل ده مش بتاعنا احنا. يعني أمير، يمكن برضو أحب أرجع لنصوص، وهنلاقي إن في رصوص بتخاطب بالضبط السؤال اللي أنت بتتكلم عليه ده، لأنه كان في حالة برضو موجودة في كنيسة من الكنائس اللي بولس كان بيقول دور رعوي فيها، وهي كنيسة تسالونيكي مثلا. يبدو انه في بعض الناس فجاه ابتدت تمتنع عن العمل لاسباب يعني مش معروف يعني ايه السبب، يعني هل مثلا كانوا يظنوا انه خلاص الرب جاي فعلا بقى عن قريب، فده وقت بقى نبيع كل محلاتنا ونقعد بس نصلي في الكنيسه ونخدم ربنا وبس وخلاص كده، ومع الوقت ابتدوا يتحولوا الى عبء على الكنيسه. فبولس الحقيقه بيتصدى بقى للحاله دي، يعني نقرا عن الكلام ده في تسالونيكي الثانية اصحاح 3، يقول كده من عدد 6 مثلا: ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب. يسلك بلا ترتيب أي بيسلك في العطالة، يعني مش ماشي بحسب الترتيب الطبيعي لمجريات الأمور في الحياة، يعني بيشتغل وليس حسب التعليم الذي أخذه منا، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. هنا بولس بيتكلم عن نفسه وفريق الخدمة بتاعه اللي لما كانوا بيخدموا في تسالونيكي كانوا بيشتغلوا، يعني بولس شخصيا
وهو يحق لي كرسول بالمناسبة أنه يعيش بالإنجيل، أي أنه يبقى معال بالكامل من الكنيسة. ده دور الكنيسة على فكرة، ده دور الكنيسة من جهة شخص زي بولس ومن جهة المعلمين، وهو نفسه حتى في نفس الرسالة اللي كان بيكلم فيها في تيموثاوس الأولى كان بيكلم أنك اكرم الشيوخ، اكرم المدبرين اللي بيساعدوا الكنيسة في نظامها، وخاصة اللي بيقوموا بالتعليم، إلا أنه قرروا ما تبقاش هي دي الطريقة اللي هيعيش بيها. ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. يا بولس أنت راجل رايح وأنت في جيل استثنائي، في خدمة ودعوة استثنائية، أنت راجل رسول، تشتغل بإيدك ليه؟ أنا أشتغل بإيدي وهكسب، وهيبقى عندي فلوسي اللي هاكل بيها واشرب بيها واصرف على نفسي بيها، وممكن اصرف على فريقي خدمتي بيها. ليه؟ مش عايز اتقل عليهم، يبدو ان هما مثلا في وضع مالي ما يسمحش، او عايز اقدم ليهم نموذج. وهو ده اللي الحقيقه بيقول لهم، يعني انا عايزكم تتمثلوا بنا. ليس ان لا سلطان لنا، يعني على فكره يعني اللي كنت بعمله ده مش لاني مكسور لا انا عارف حقوقي كرسول. يعني يمكن كورنثوس الاولى 9 اللي يحب ان هو يفهم اكتر يعني عن حقوق الرسول دي، هي يعني يقرا فيها، يعني يشوف انه من حقه ان هو يقول لهم على فكره انا هخدمكم، لكن يعني انا لازم هعرف اعيش يعني. وهم الحقيقه المفروض الكنيسه، ده دور الكنيسه نفسها بتبادر بيه، الا انه هو يقول ليس لان لا سلطان لنا بل لكي نعطيكم انفسنا قدوه حتى تتمثلوا بنا. فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. يعني إيه فلا يأكل أيضا؟ يعني مش هو يبقى لسه عنده طاقة وصحة أنه هو يشتغل ويقرر أنه لا 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 أنا هقعد أصلي في الكنيسة، وإنتوا بقى ساعة لما تيجوا في خدمات التوزيع على الفقراء، لما تيجوا في خدمات التوزيع على المحتاجين ابقوا وزعوا علي، أنا بعد عندي في البيت يعني عشان تدوني أكل وأكل. فهو بيقول لهم لا، اللي مش هيشتغل لا الحقيقة احنا مش هنقدر نبقى بنوزع عليه أكل مجانا. لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا، وبما أنهم بقى بيشتغلوش، بما أنهم فاضيين بقى يعني، بل هم فضوليون، فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير، وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل، ولكن لا تحسبوه كعدو بل أنذروه كأخ. فهنا هو بيخاطب القضية اللي أنت بتتكلم فيها يا أمين. هو عنده أزمة كبيرة في فكرة أن كل واحد بقى يسيب شغله ويسيب الأمانة اللي الرب مؤتمن عليه، هي صحته وقدرته في أنه يكون عضو عامل وعضو منجز ومنتج في المجتمع، ويقعد بقى يتفرغ لنا في أنه يقعد بس إيه، يبقى قاعد وكأنه عبء على الكنيسة. لا، الخدمة دعوة خاصة جدا جدا جدا، دعوة استثنائية في الكنيسة، وبالتالي من الضروري أنه المجتمع الكنسي بشكل عام يبقى مجتمع منخرط في المجتمع الأوسع اللي هو بيشتغل فيه. وده اللي بولس بقى بيعمله مثلا في كلوسي، لما يوصي العبيد انه على فكرة لما تشتغلوا الشغل بتاعكم اشتغلوه مش كمال الناس لكن كمال الرب، ويوصي الأسياد يقولهم لما تتعاملوا مع العبيد بتوعكم، وكأنه يعني بيقول النهاردة للمديرين والموظفين، لما تتعامل مع الموظفين بتوعك، لما تتعامل مع العبيد بتوعك تعامل معهم بإنصاف وبعدل، وكأنه بيحاول يضبط منظومة العمل. لا، أنا يهمني ان كله يشتغل، وكله يشتغل بأمانة كما للرب، وكأننا كلنا بنشتغل عند الرب شخصين، فمش بنسرق ومش بنحتال ومش بنكذب ومش بنرتشي، ولا بشين باستقامة وباحترام، وفي نفس الوقت مش بنمثل عبء على الكنيسة. أمال إيه الحاجة اللي يمكن بولس يقولها لنا النهاردة إنه تعيشنا يعني كأننا مكتفيين، أو إن إحنا مش المال هو الحاجة اللي إحنا بنجري وراها؟ إيه طريق تاني أفضل بولس يعلمه لنا؟ يعني شكرا برضو على السؤال ده يا أمير، وأعتقد أنه في واحدة من الرسائل اللي مبعوثة للكنيسة من يعني أعز الكنائس على قلب بولس وهي كنيسة فيليبي، كنيسة بيقول عنها أن هي كانت في وقت فقر، إلا أنه رغم أن هي في وقت فقر كانت بتبعت له تقدمات وهو في السجن، وكانوا بيعتنوا بيه وبيهتموا بيه، وده يقول أنه هم ما كانوش يعني إيه بياخدوا موقفهم على يا ترى عندنا فلوس وما عندناش، لا ما عندناش فلوس وهنبعت تبرعات، لأن الناس دي عايشة حياة مسيحية، عارفين أن السخاء
هو ما يميز القصة المسيحية، لأن القصة المسيحية، قصة الخلاص المسيحي، هي قصة سخاء في الأصل، قصة سخاء الله من جهتنا. فيقول هنا مثلا في آخر الرسالة في إصحاح 4 في عدد 10: ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستبدل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، أن أستبدل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أيا كانت الظروف المالية اللي بمر بيها، أيا كانت الضغوط الاجتماعية اللي بمر بيها، أنا واثق أن أنا هعرف أعيش، وهدرب نفسي على أن أنا أعرف أعيش في أسوأ الظروف، وهبقى مطمن أن حتى وأنا يبدو وكأن المجتمع كله يعني ضدي وكل الناس بتطالبني ومفيش حد بيدعمني، إلا أنه المسيح معايا، إلا أنه المسيح يقويني، فأستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. دي عبارة هو بيقولها في إطار ما يتعلق بالفلوس والشغل. شكرا يا حسام، بجد كلام عملي ومفيد لنا النهاردة. فعلا الفلوس والعمل بركة كبيرة من ربنا لو استخدمناهم صح، لكن لو دي الحاجة اللي بنتسند عليها وبنطمن بيها، هتبقى حاجة بتتوهنا وبتبعدنا عن الطريق الصح. استنونا في حلقة جاية من برنامج الرحالة.